السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. بداية كما تعودنا أن نصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ونور قلوبنا وطبها وشفائها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن فحص البيض وأثر فحص البيض على البيض نفسه. هناك العديد من الإناث بيضها لا ننصح بفحصه. فحص البيض في فترة الشتاء قد يؤدي إلى تهتك الأوعية الدموية تحت القشرة، فيكون البيض مخصب في الفحص، يكون البيض مخصب ولكنه لا يفقس، ولكنه لا يفقس. وسبب ذلك أننا أمسكنا بالبيض وفحصناه على الضوء، فتكون هذه البيوض من النوع الحساس. متابعي الأعزاء، ليست كل البيوض يحدث فيها هذا الأمر، هناك بعض البيوض لبعض طيور الكناري حساسة جدا، بينما عندما تمسكها بين أصبعيك وتقوم بفحصها تتهتك بعض الشعيرات الدموية، لو شعيرة واحدة فتعمل نزف داخلي في الأم الحنون، تلك الشرايين الأوعية الدموية الدقيقة التي تتكون وتتشكل في بداية احتضان البيضة. فإذا ما نزفت هذه الشعيرات الدموية فسدت البيضة، وهذا حقيقي وموجود وواضح، ولكنني لا أعممه على كل البيض وعلى كل الإناث. لذلك ما النتيجة وما العبرة من ذلك؟ العبرة عزيزي المربي، لا تقم بفحص البيض خصوصا في فصل الشتاء، خصوصا في مرحلة الشتاء. وأنصح بشكل عام بعدم فحص البيض، لأننا على أي حال من الأحوال يجب علينا الانتظار لمدة 14 يوم، ونفحص البيض بعد 14 يوم إذا لم يفقس البيض أو شعرنا أنه قد تأخر، فتكون الشعيرات الدموية قد تماسكت وأصبح الفرخ مكتمل النمو فلا يضيره ذلك. وآتيكم بدليل على ذلك، أحد أصدقائي أخرج بيضة ظنا بأنها قد فسدت وكانت بعمر 14 يوم أو أكثر حسب ما عد لها، ولكن يبدو أن عده كان خاطئا. ألقى بالبيضة على نافذة الشباك، وذلك كان في فصل الصيف، وعندما عاد إلى البيضة وجدها أنها قد فقست وأن الجنين قد خرج منها. إذن لا يتأثر الفرخ عندما يكون عمره 13 يوم أو 14 يوم، يكون قد تكون. تمام؟ إذن النصيحة هي عدم فحص البيض. لماذا نتركه 14 يوم؟ أيضا لو كان البيض فارغ، فترة احتضان الأنثى للبيض 14 يوم هي فترة غذاء تغذية لها وجلوس وتكون للعنقود، لعنقود البيض ليظل قويا. النقطة الثانية، العديد من المربين هاون لا يجد مكانا يربي فيه، فإما أن يربي في البلكونة وإما أن يربي في المطبخ. على الذين يربون في البلكونة أن يأخذوا حذرهم من الطيور الضارية والجارحة، فقد تنقض على عصافيرك وتقوم بافتراسها، ومن الجرذان أو الزواحف القاتلة. ثانيا، نحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، احذروا من البرد، يجب عليكم أن تغلقوا هذه البلكونة بالنايلون، بالبلاستيك اللي ما نسميه النايلون، تغلقوه جيدا لكي يتسنى لكم أن تفرخوا تنتجوا من هذه الفروخ. أما الذين يربون الكناري داخل المطبخ فهناك ملاحظة قوية وشديدة اللهجة، فهناك ملاحظة قد لا يصدقني البعض عندما أقولها الآن. هذه الملاحظة أن فروخ الكناري إذا فقست وقامت ربة المنزل بعمل الثوم بقلي الثوم لطبخة الملوخية أو البامية أو ما شابه، أي طبخة تحتاج إلى قلي الثوم على الغاز، فإن رائحة الثوم تقتل الفروخ التي تفقس في نفس اليوم. يعني لو في هذا المكان فروخ الآن تفقس وقمنا بقلي الثوم
لنضعه على طبيخ الملوخية أو البامية أو ما شابه أو لأي غرض أو لأي طبخة، فإن رائحة الثوم تقتل الفروخ فورا فورا فورا. لذلك تجنبوا عمل الثوم أيها المربون في المطبخ، تجنبوا عمل الثوم في هذه الأيام التي تعتقد فيها أن فروخك سوف تفقس. تمام. النقطة الأخيرة في هذا الفيديو، أحد المعلقين يكتب لي: أنصحك يا أستاذ بعدم وضع القطن، لأن القطن عندما تبيض الأنثى تكون بها مادة لزجة فتلتصق البيضة في القطن. عزيزي المربي، إن التصاق البيضة في القطن هو أمر مؤقت جدا. الذي يجعل البيضة تلتصق في القطن أكثر هو براز الأنثى على البيضة، يخرج بعض البراز على البيضة، وفي هذه الحالة نقوم بتنظيف البيضة. إذا التصقت البيضة بالقطن نقوم بتنظيفها بداية البيض مباشرة، نراقبها هل هي متحررة في العش. تمام، يعني نتجنب أن نمسك. ولكن يعني ما أدهشني في تعليقه أنه ينصحني بوضع الخيوط، ويا حبذا لو شعر الماعز. شعر الماعز، عزيزي المتابع، عزيزي المربي، إن الخيوط وشعر الماعز لها خطر كبير أكبر بكثير من القطن. بالعكس، القطن هو المتاح وهو الدارج بين جميع المربين. شعر الماعز قد يلتف على إصبع الفرخ فيحتبس الدماء عنه فيصبح في الأصبع غرغرينة ويموت الأصبع بعد ذلك ويسقط. شعر الماعز قد يلتف على قدم الطير ويسبب له بالبتر بعد ذلك، يسبب العديد من المشاكل. والخيوط كذلك تلتف على الإصبع، تلتف على القدم، تسبب المشاكل لأنك لا ترى الفرخ مباشرة، الفرخ في العش وأنت تطعم وتخرج، وهذه المدة بعد أيام. إذا التف الخيط أو شعر الماعز على أصبع أو قدم الطائر فإنه سيحبس الدم عنه ولن يصل له الدم، وستموت القدم أو الإصبع. وقبل أن أنتهي من هذا الفيديو أذكر بالاشتراك بالقناة والضغط على اللايك والضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.